بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين حبايبي وأصحابي، يا رب يكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. النهاردة أول حلقة من حلقات برنامج رسائل. أحب بمناسبة النهاردة عيد الثورة أهني كل الشعب المصري بعيد الثورة، وحظنا حلو إن أول حلقة بتتزامن مع عيد ثورتنا. أولادنا أهم حاجة في حياتنا، هم نور عينينا، هم حياتنا كلها، هم اللي عايشين عشانهم، هم اللي بنتمنى دايما من ربنا يدينا الصحة عشان نفضل في ظهرهم سند ليهم على ما يقفوا على رجليهم، ويبقوا هم سندنا في الدنيا وبيبروا بينا في الآخرة. ولادنا هم عمادنا وهم سعادتنا في الدنيا، هم فلذة أجبادنا، هم الضحكة الحلوة اللي احنا عايشين بس عشان نشوفها ونتفائل بيها ونتحمل كل صعاب الدنيا علشان نجاهد عشانهم، عشان ربنا يجازينا عنهم خير ويطلعوا أبناء صالحين. هم أبناء الوطن وعماد المستقبل، هم فرحتنا وهم الهدية اللي ربنا عطاهم لينا في الدنيا، هم طبطبة الأيام وهم فرحة السنين، هم عمرنا ومستقبلنا اللي جاي، هم صورتنا وانعكاس حياتنا للدنيا، هم امتدادنا في الدنيا وفي الآخرة. وبما إن هم امتدادنا فيا رب نقدر نربيهم تربية ربنا يجازينا عليها خير. ولو كل واحد فينا وقف وقفة مع نفسه وسأل نفسه السؤال ده، يا ترى ولادي لما يتعاملوا مع الناس اللي برة هل الناس هتشكر وتقول يسلم اللي ربه، ولا هيطلعوا صورة مشوهة فيها أخطاء فيها لخبطة؟ والتشويه هنا مش المقصود به تشويه خلقي ولكن تشويه أخلاقي. نتمنى يا رب كلنا يعيننا على تربية ولادنا عشان يطلعوا صورة حلوة لينا تفرحنا، وزي ما ربنا قال في كتابه العزيز المال والبنين والبنون زينة الحياة الدنيا، فهم زينة الدنيا وزينة الآخرة. ربنا يبارك لكل حد عنده أولاد، وبما إن أولادنا هم نور عنينا وأهم حاجة في حياتنا فكان هم بدايتنا النهاردة عشان الحلقة دي ليهم وبيهم. ومعانا النهاردة اللي منورانا في الاستوديو واللي هنستفيد إن شاء الله منها بكل ما يخص ولادنا من مشكلات ومن إيجابيات ومن سلبيات، الدكتورة شيماء عراقي منورانا النهاردة. دكتورة شيماء عراقي استشاري إرشاد أسري وتعديل سلوك، منورانا دكتورة شيماء. أهلا وسهلا بيكي، نورتينا النهاردة في الحلقة. أهلا وسهلا بيكي وأول حلقة، وإن شاء الله يكون البرنامج فعلا بيدي رسائل للأسرة المصرية إن شاء الله لتربية أبنائنا بشكل إيجابي إن شاء الله. دكتورة شيماء، عايزة أقول لحضرتك إحنا طبعا كل بيت مصري ما بيخلوش إن شاء الله، يعني ربنا يدي كل محتاج طبعا، من أطفال وشباب ومراهقين. إزاي أعرف إني أنا عندي في بيتي بدأ يبقى فيه مراهق أو مراهقة، بنت أو ولد؟ وإزاي إيه العلامات اللي ممكن ألاحظها وأعرف منها إن أنا بدأت في مرحلة جديدة؟ لأنه إحنا طبعا عارفين إنه كل مرحلة من مراحل الطفولة لحد البلوغ بتبقى كل مرحلة ليها طريقة تعامل مع الأولاد، من هما الصغيرين ليها طريقة تعامل، بعد كده ما بيبلغوا بيبقى لهم طريقة تعامل. فأنا دلوقتي إيه العلامات اللي أقدر أبدأ أعرف بيها إن أنا بدأت أدخل في مرحلة جديدة فهتعامل معاملة بطريقة مختلفة عن المرحلة الطفولية؟ في الأسرة المصرية مع بداية الطفل لما بيبدأ يظهر عليه علامات البلوغ بتبقى الأم في حيرة وفي قلق، إن يعني ابني داخل على مرحلة المراهقة بالنسبة لها مشكلة، لأنها بتسمع الاسم بتتخض. أيوة. ما بتبقاش عارفة تتعامل مع هذه المرحلة من كتر المشاكل اللي بتسمعها والسلبيات الكتير اللي بتتكلم على المرحلة. تمام. مع إن احنا لو درنا علاقتنا بأولادنا في هذه المرحلة تحديدا وعملنا ليهم خطة وبلان جيد علشان نقدر يعني نتخطى المشاكل اللي بتصاحب هذه المرحلة، الطفل هيعدي منها بسلام، وكمان الأسرة كمان هتكون أقل يعني مشاكل وتوتر تواجه المرحلة، وهتبقى أكثر هدوء وتعامل. أيوة. وتعامل برفاهية نفسية، يعني تتخطاها كمان بسلام، لأن هي برضو تخطيها ده مش حاجة سهلة. أو بالضبط، والنتاج بتاعها يعني إحنا وبقى وحسب طريقتنا إحنا في ذكائنا في التعامل. هو مفتاح المرحلة دي تحديدا هو لازم يكون فيه صبر. أيوة.
ولازم يكون في حكمه وحزم برضه في نفس الوقت ومتابعه دوريه ومستمره. ما ينفعش ان انا يعني اتابع فتره وفتره ما اتابعش، لا هي مرحله بتتطلب ان احنا دايما نتابع. الام تعرف امتى ابنها، احنا بنقول ان فتره المراهقه بتبدا من 13 سنه لحد 18 سنه. ايوه من 13 سنه من 18 سنة. سنه عندنا مراهقه مبكره، ولاد وبنات زي نفس السن تقريبا. نفس السن تقريبا مراهقه مبكره، وبعد كده بندخل في المراهقه المتاخره. هي تمام. كلها بتنحصر في السن ده. تمام. قبل كده بقى هي الطفوله والطفوله المبكره المتاخره وهكذا. تمام. في علامات طبعا بتبقى يعني بتميز المرحله دي بالنسبه للولاد وبالنسبه للبنات، يعني بتختلف عن الولاد وعن البنات، لكن بشكل مجمل هو المراهق بيمر بحالات تغيرات جسميه وفسيولوجيه يعني مختلفه، حتى هو نفسه بيبقى مخضوض من التغيرات، مبقاش متقبل شكل جسمه او بيتفاجئ بحاجات غريبه بتتغير مع الهرمونات بقى طبعا. الصوت بيبقى خشن شويه، علامات البروز في الجسم بتاثر كمان على المود بتاعهم، تلاقيهم هو مبقاش متقبل اصلا فكره ان جسمه بيتغير فجاه، يعني الولد يطلع له مثلا شنب، البنت يعني بعض المظاهر الانثويه بتبقى بتتغير عليها بس، فدي بتعمل للطفل يعني مرحله يعني زي صدمه خفيفه كده في الاول. فعشان كده انا عايزه الام بتهيئ الطفل ان هو قبل مرحله البلو بنبدا نتكلم مع طفلنا ان احنا هنمر بالمراحل كذا، واول ما يكون في علامات معينه يبقى انا اتقبل هذا الموضوع وده طبيعي جدا. تمام تمام. طيب دكتورة شيماء بقى، احنا في دلوقتي بتحصل بنخش في مرحلة المراهقة دي، بتحصل صدام ما بين الأجيال في الفترة دي بين الشباب وما بيننا، بما ان احنا يعني بنبقى طبعا بيسمونا احنا الجيل القديم، هم بيقولوا علينا كده، احنا مش قديم ولا حاجه والله مش قوي يعني، لكن هم دايما شايفين انه احنا مش واصلين لهم في تفكيرهم. في فجوه بتحصل في المرحله دي، بتلاقي الابناء بيبعدوا بكل تغيراتهم بكل افكارهم عن ابائهم، عشان دايما شايفين ان هم مش فاهمينهم، مش حاسين بيهم، مش واصلين لدماغهم. فالفجوه دي بقى ازاي نحاول نصغرها ونقلصها كده بحيث انها تبقى يعني ما تبقاش موجوده، عشان يقدروا يرتاحوا لنا ويتكلموا معانا؟ ازاي نعمل ده؟ لانها بتبقى فعلا حاجه صعبه قوي يعني التعامل معاهم. خلينا نقول هو الدور يعني علينا احنا كاباء. ايوه. هو يعني مجمل المشاكل اللي حاصله وهذه وسبب هذه الفجوه انا مش هقول الابناء. لا انا هقول احنا كاباء، لان احنا عايزين نطلع بالقيم والموروثات بتاعتنا وطريقه تربيتنا بنفس النمط مع اولادنا. ايوه. وده مش هيحصل، ده ما بيقبلوهوش، وده مش هيحصل. فعشان كده بيحصل فجوه وبيحصل صدام بين الاباء واولاد. ايوه جدا. يعني تعالوا نرجع بذاكرتنا لورا، احنا كاباء لما كنا يعني كنا صغيرين مع اسرنا كنا برضو عندنا يعني حاله اللي هو اكيد يعني برضو فجوه مع الموروثات الاهاليين مع اهالينا. فاحنا نفس الفكره يعني لو جينا نطبق على اولادنا هنلاقي برضو الفجوه، بس بقى ايه مع المتغيرات اللي حاصله اصعب بكتير من اللي احنا كنا مرينا بيها، المتغيرات والانفتاح وتغير القيم حاجات كتيره يعني مختلفه، والزمن اختلف جامد جدا. فعلشان كده بنقول ان احنا كاباء دورنا ان احنا لازم نفهم ونعي جدا طبيعه المرحله الجديده اللي على اولادنا، وعصر الانترنت والبرمجه والانفتاح والفيديوهات والتيك توك والحاجات بقى اللي الاولاد على طول قاعدين عليها. انا اتذكر واحنا صغيرين في سنهم كده، احنا برضو يعني مش كبار قوي يعني. كنا برضو على خلاف دايما مع اهالينا، دايما يعلقوا على مثلا الاغاني اللي بنسمعها على المطربين. انا يعني اتذكر يعني والدي الله يرحمه كان مثلا يعلق على مطربين، يعني مش عارف تسمعوا دول ازاي، اسمعوا ام كلثوم واسمعوا عبد الحليم، كان بالنسبه لهم احنا عاملين طفره غريبه ومستغربيننا على طول، متضايقين. مثلا طريقه اللبس دايما في كومنت دايما على طريقه اللبس، احنا دلوقتي مثلا البناطيل المقطعه بتاعه الولاد اللي بيلبسوها، السلوكيات، الالفاظ اللي بيستخدموها مع بعض في التعامل، احنا دايما بننتقدهم في الحاجات دي، ايه طريقه اللبس دي، ايه الالفاظ اللي بتقولوها دي، يعني حاولوا تهذبوا من كلامكم ومن طريقتكم اللبس. هم دايما بينفروا تماما من ده وبيحسوا ان احنا متهجمين عليهم. هو مش تهجم، هو بس عشان احنا بنتخض برضو، احنا بنتفاجئ بالتغيرات دي. ما هو المراهق قدامنا او ابنائنا لما بيلاقونا طول الوقت بنوجه
بدون حتى مشاركه او يعني ان احنا نتناقش معاهم او نسمع او ندي فرصه نفسها هي نسمع. طبيعه المرحله دي عايزه ان احنا نقعد نسمع. وناخد ونطول بالنا وناخد من وقتنا وبعدين تبقى عاده. يعني مش مجرد ان انا بسمعه مره في الاسبوع وخلاص او مرتين او انفعل لازم اتحكم. هي يعتبر زي يعني زي الفطار اليومي، هي عاده روتين يومي ان احنا نقعد مع اولادنا ونتكلم معاهم، نخصص ليهم وقت ونختار الوقت المناسب. يعني بعد انتهاء العمل الاب والام ما يكونوش مضغوطين، ما نختارش اوقات يكون الاب والام مضغوطين فيها او الولاد حتى نفسهم مضغوطين وفي حاله يعني لان عشان احنا بنختار برضو اوقات غلط ان احنا بنتكلم في موضوع اختيار التوقيت ده طبعاً. احنا برضو نختار ان هم يكون توقيتهم هم مزاجهم طبعا رايق عشان يتقبلوا مننا. هو اصل هم في الفتره دي بيبقوا موديين قوي، يعني فجاه كويسين وفجاه تبص لهم قلبوا، فاحنا نختار الوقت اللي مزاجهم فيه رايق عشان يقدروا يسمعوا. هو المراهق بشكل عام مزاجه طالع ونازل. ايوه يعني مش طول اليوم مش هتلاقيه على وتيره واحده. فاحنا يبقى عندنا بس شويه ذكاء في التعامل بايجابيه ان احنا يعني نقتنص زي ما بنقول الوقت المناسب نقدر نتكلم ونتناقش. وعلى فكره المراهق لما بيكون فيه ثقه بيدي وبيحكي، لكن لما بيلاقيش فيه اي ثقه بيخفي كل اموره تماما عن الاسره ويبدا ينفصل عنهم ويبعد ينفصل تماما بقى ممكن له العالم بتاعه. ممكن بقى طبعا بيطلع بره يشوف صديق او حد حتى مش ممكن يوجهه بشكل ايجابي، مجرد انه بيسمع له ياخده هو، مع ان ممكن هو قدوته بره دي تبقى هي اصلا اللي بتؤثر عليه سلبا. فعشان كده انا كأم دوري مع ابني ان انا انتهز الفرصه ان هو يكون في مود كويس، وان انا افضل اتكلم معاه بهدوء واناقش واعدل حتى سلوكياته، بس مش بتوجيه ولا بقسوه، لان بصراحه الاسلوب القسوه اللي متبع حتى في طريقه التعامل وطريقه الكلام وطريقه تصغير الطفل او تصغير المراهق ان انت صغير انت لسه عقلك على قدك. هو اقصد كلمه بيقولوها احنا مش صغيرين. يعني اصلا الكلمه دي ليها مضمون كبير قوي لو قعدنا يعني نبص عليها وفكرنا فيها. هنلاقيه فعلا هو بيقول انا خلاص انا نضقت بالزبط. انا عايز اخرج من الاطار بتاعكم، عاملوني بطريقه كبيره أنا، لان مش هو بالفعل بره بيتعامل بالشكل ده بالظبط. فانا كاسره لما اكون نظرتي لابني طول الوقت ان انا بقزم منه وبصغره وان هو طفل لسه يعني بيلبي له احتياجه، وفكره ان الاسره بقى علشان تستغل فكره ان انا القائمه على احتياج الطفل او على احتياج المراهق في الفتره دي، يبقى انا اللي اتحكم في سلوكياته وفي موده وفي طريقه اختياراته وفي طريقه اختيار اصدقائه وكل حياته، ده خطا كبير. تمام. طيب بالنسبه بقى للسلبيات والايجابيات احنا بنتكلم عنها النهارده، طريقه الطلب الايجابي اللي هي انا اطلب طلب بس في نفس الوقت ما حسسوش اني بديله امر، هم بيكرهوا اسلوب الامر. انا عايزه اطلب منهم حاجه واوصل معاهم لهدف معين، ازاي اطلبه بطريقه تحببه في انه او هي بتنفذ ده او بينفذ ده وهو مبسوط وحاسس انه عامل حاجه كبيره وانجاز كبير. طيب تعالوا ابسط الامور اليوميه. لو احنا الامهات بتعاني مثلا من سلوكيات المراهق في ترتيب اوضته، دي ابسط حاجه ممكن نتكلم عليها. كلنا بنعاني كل يوم فيها خناقه، كلنا بنعاني. ايوه. فانا لما طول الوقت اوجهه اقول له اوضتك مبهدله مش مترتبه كذا كذا، اعمل ده اعمل ده اعمل ده، هو مش هيعمل مهما تقولي مش هيعمل. الاوردر ده الامر احنا ممكن بطريقه مهذبه من فضلك يعني رتب سريرك قبل يعني ما تخرج من اوضتك من فضلك، يعني كلمه من فضلك دي ليها مردود حتى نفسي، بتحسسه بقيمته، ليها مردود نفسي عليه هو. استاذن حضرتك هاخد تليفون معانا. طبعا اتفضل معانا الاستاذ رامي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فندم. معلش حضرتك بس توطي صوت التلفزيون عند حضرتك. حاضر حاضر هوطيه اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. نتعرف بحضرتك. والله رامي محمد. اهلا وسهلا استاذ رامي نورتنا. حضرتك بتتكلم منين يا استاذ رامي؟ من القاهره. يا اهلا وسهلا اهلا، اتفضل سؤالك حضرتك. انا والله اولا طبعا مبدئيا عايز اثني على مضمون البرنامج، يعني شكرا. فكره بصراحه يعني كويس، انا عايز حتى انا والاسره دلوقتي حاليا بنتفرج ففي استفاده والله، يعني هي دي البرامج اللي احنا بصراحه عايزين نستفيد منها، يعني حتى في في في, في, في
توجيهات سياده الرئيس وبتاع، ان البرامج اللي فعلا احنا كاسره فعلا بنستفيد منها. تعديل سلوك ايوه وتوجيه للشباب. الشباب وكده وفعلا أيوة. والاسره يعني انا شويه مش بتفرج على التلفزيون كتير انما أيوة. شدني الحوار يعني أيوة. والفقره نفسها يعني اللي هو المضمون للحوار يعني. جدا ونزوقك وفعلا ده هدف البرنامج ان احنا فعلا بنحاول نساعد الشباب والامهات والاباء ان هم يطلعوا لنا جيل ان شاء الله جميل ومتربي باذن الله. اتفضل سؤال حضرتك. هو سؤالي بس هو يعني هل انا دلوقتي في مرحله المراهقه لابني او حاجه او كده أيوة. الافضل مين اللي يقدر يتعامل معاه في الحاجات دي؟ هل انا كاب ولا الام اكتر يعني بانها قريبه مثلا منهم او حاجه او كده ولا انا كاب كرجل يعني انا اللي اقدر اتعامل معاه اكتر يعني؟ معلش الحته دي برضو ايه احس برضو ايه استفيد بيها يعني. حاضر استاذه دكتوره شيماء، ان شاء الله هتجاوب على حضرتك باذن الله. ميرسي جدا لاتصال حضرتك، تشرفتنا، شكرا لحضرتك. السؤال مهم جدا. لا هو انا مبسوطه اكتر ان في اب بيتكلم، ان في اب بيتكلم دي حاجه حلوه. ايوه الابهات بدات تتفاعل معانا، في اب معانا الحمد لله. واعي جدا جدا بتربيه اولاده. أيوة. لا ومهتم ان هو يعرف أيوة. انا دوري ايه في هذه المرحله، دي حاجه طبعا، فدي خطوه ايجابيه جدا طبعًا. جدا وبدايه طبعًا. لعلاقه سويه مع اولاده الحمد لله، دي حاجه جميله. فدي أيوة. لان يعني الفتره دي احنا كامهات بنعاني ان الاباء منشغلين بشكل عام وسايبين وحابب يستفيد عشان يساعد ولاده. بالظبط كده بالظبط كده. فهو دوره مهم جدا وانا بقول له انت دورك مهم جدا جدا في أيوة. في مرحله تربيه اولادك يعني اوعى تغمض عينك تمام. او ان انت تتركهم بشكل كبير للام فقط تمام. وتكون عليها هي العبء، انت متحمله المسؤوليه تمام. انت دورك اهم منها معك خاصه في تربيه الصبيان في الفتره دي أيوة. فتره المراهقه عايزه قدوه الصبيان بالذات ايوه طبعا، ووجود بتهيألي الاب في الفتره قدوه ومتابعه وحزم وقرب من ابنائه ده ضروري جدا جدا ومتابعتهم بشكل دوري يعني. لكن الام عليها العامل في كل المراحل اعلى برضو اعلى نسبة. الام كده كده هي دورها ما يعني ما بيخلصش مش بينتهي مكمله، لكن تدخل الاب في لكن المرحله تدخل دي بيبقى اكتر. الاب في هذه هو الاب ضروري في كل المراحل تمام. لكن انا بقول ان في مرحله المراهقه تحديدا لانها مليانه متغيرات ايوه، الدنيا منفتحه على المراهق تمام. سوشيال ميديا، صحاب، نماذج في المدرسه، نماذج أيوة. في الشارع، في الجيران، في اللي حتى بينه وبين اخواته فدور الاب هنا في مصاحبه ابنه ومتابعته ومناقشته، لان احنا المراهق ده بيبقى عنده حب استطلاع. ابسط حاجه التدخين أيوة. هي دي الفتره يعني ايه يعني الخصبه اللي بدايه ان هو يكتسب فيها العادات حتى السيئه ايوه. ففكره حتى التدخين ان هو الاب حتى يبقى متابع لان ممكن يحصل ان فعلا ابنه من باب حب الاستطلاع ان هو يبدا يتعرف على ده. يجرب ده ايه خصوصا لو والده بيدخن صح طبعًا. يعني هيحب يقول لو الاب مدخن إيه؟ لو الاب مدخن مش هنقول بالضرورة لكن هنقول وارد جدا يحصل انه يجرب انه يجرب فيبقى رد الفعل اللي هو تقبل ويبدأ الأب بقى يعني يتكلم مع ابنه. مثلا احنا خدنا التدخين كمثال في الأضرار اللي هي اصلا عايدة عليه من التدخين تمام، وان هو بيحاول اصلا واول ما تيجي فرصة ان هو يتخلص منها بالتأكيد هيتخلص منها يعني مش حب ولا يعني إدمان حتى للتدخين أيوه. فعلشان كده بندي رسائل لأولادنا من خلال برنامج رسائل أيوة. مهمه جدا دور الاب أيوة. ويعني مشاركتهم الفعاله والمستمره والمراقبه بس دون التدخل بشكل كبير ودون اللي هو التسلط يعني فكره التسلط الحفاظ على الخصوصيه شويه مش هو لازم يبقى فيه حدود لازم فيه يعني عشان ما يحسش هو مقتحم او مغصوب او انه في تدخل بزياده قوي طبعا يعني لان بعض الاباء بيتبعوا اساليب صعبه ومنها حتى فيها نوع من التعدي بالالفاظ والضرب على المراهق اكيد ويعني انا بقول مهما يحصل حتى من تعدي بالضرب ومش هتجيب نتيجه مش بالعكس نتائج سلبيه هو ممكن ينصاع لاوامرك داخل البيت بمجرد ما حضرتك تلتفت عنه خلاص هيطلع يعمل هو افكاره وطريقه حياته هيغيرها ازاي هيغيرها ازاي وانا بتعامل طول الوقت بعنف بصرامه بتوجيه اوامر هتعامل ازاي انا طيب دكتوره ازاي اتقبل الاختلاف والسلوك السيء يعني انا دلوقتي عرفت ان ابني بيسلك سلوك سيء ايا يكون السلوك سواء بقى تدخين او حاجات تانية مصاحب ناس اولاد مش كويسين كذا اتقبل ده ازاي والصدمه بقى اللي بتتاخد تبقى صدمه جامده في الاول فازاي بقى اهدى كده وابدا افكر اتعامل مع السلوك السيء ده هو انا اول ما اعرف ابني ان هو عنده مشكله ما
او بيمر بحاجه ما، او حصل شكل من اشكال السلوك السيء او السلوك اللي هو الغير معتاد، انا ما بكلموش في ساعتها. يعني انا بسيب اقعد انا كأم الاول مع نفسي، افهم بلوره الموضوع ايه، ايه اسباب المشكله، ما يمكن انا سبب المشكله. يعني انا اشوف المشاكل الداخليه في البيت، ليه ابني سلك السلوك ده، او خاصه لو سلوك متغير، يعني لو مثلا طفل عادي سلوكه عادي وفجاه يعني سلوكه بقى منحرف شويه، فانا بدور وبفتش جوه بيتي الاول قبل ما افتش بره. طب انا الدنيا عندي تمام جوه وما عنديش مشاكل. وعلى فكره قد تبدو ان انا ما عنديش مشاكل وبس، بالفعل هي مؤثره عليه، لكن في مشاكل ممكن اكون انا مش واخد بالي منها. بالظبط كده. وبعد كده افتش في دايره اصحابه، اشوف مين الصاحب اللي هو مؤثر سلبي على سلوكه، واتابع مع المدرسة، أتابع مع الجيران، يعني عايز متابعة دورية. بس أهم حاجة أتقبل فكرة إن 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 المراهق ده يا جماعة مش ملاك. المراهق بيمر بتغيرات كبيرة، وارد إنه يشرب سجاير، وارد إن يبقى فيه ممارسات مثلا غير لائق، وارد. طبيعي جدا. طيب إزاي أستخدم العواقب بدل من العقاب؟ دي نقطة مهمة قوي جدا. بدل ما نعاقب نعرفهم العواقب ازاي؟ هو فكره ان انا استخدم بقى العقاب كده يعني بشكل مستمر، لا. عواقب يعني ايه؟ يعني انا بحذره او بفهمه قبل ما المشكله ما تحصل. زي ايه؟ ابسط حاجه، النهارده لو انا عندي ميعاد عند صاحب مع صديق خارج المنزل، ومرتبط بيه وعايزه اتاخر، ما اصحاش من نومي متاخر، لا. يبقى انا اقول له انت مثلا تصحى بدري ساعه قبل ما تجهز نفسك عشان تروح في ميعادك. تمام. هدومك مثلا، اللي هي يعني ايه المستعمله لو انت ما اديتنيش الهدوم مثلا المستعمله بتاعتك عشان تتغسل، خلاص ما انا في التالي مش هلاقي، ما حطيتهاليش في باسكت الغسيل، مش هتلاقي. يعني انا بتكلم ببساطه عن الحياه اليوميه اللي احنا كلنا كامهات يعني بنشوفها. ففكره العواقب مهمه، اهم من العقاب، ان انا مش استنى المشكله تحصل وبعد كده اعاقب. تمام. طيب سريعا عشان وقتنا بيخلص، هستاذن حضرتك في نصائح سريعه كده لتربيه المراهقين. اول حاجه المصابره. تمام. لازم يبقى عندي صبر. الحزن. تمام. يعني ولا بين العقاب المفرط ولا اللي هو الثواب طول الوقت اسني بشكل مفرط. اهميه برضو الثواب مهمه، ان انا كل ما بيعمل او تعزيز السلوك، كل ما بيعمل سلوك ايجابي انا بعززه بالمكافئات، امدحه واشكر. او مش لازم تكون المكافئات ماديه، عشان فكره المكافئات الماديه بشكل مفرط برضو فيها مشكله طبعا. الثناء عليه، المدح، المصابره، الصداقه، والحوار، والثقه. اهم حاجه الثقه، حتى لما بنلاقي ولادنا يقول انت بابا انت مش واثق فيا، ماما انت مش واثقه فيا. ففكره الثقه نفسها فكره مهمه جدا، ولازم تكون فكره متبادله بين الام وبين ابنها المراهق. فحتى في فكره ابسط حاجه في تفتيش التليفون، بدل ما انا افضل افتش واستناه يخرج او ينام عشان افتش، لا، طب ما ليه ببساطه خالص انا بقعد اتناقش معاه، تعالى نقعد نبص احنا مع بعض بتعمل ايه، هو ايه اللي انت شفته النهارده، بتناقش معاه. طب في حاجه ما عجبتكش النهارده مثلا حابب تتكلم فيها، او وهكذا يعني. تمام. انا بشكر حضرتك جدا. ميرسي جدا ليكي، وفعلا برنامج اتمنى ان هو يقدم رسائل مهمه للاسره المصريه، لان محتاجه يعني توعيه وثوره ايجابيه في توعيه الاسره المصريه بضروره تربيه ابناء في هذه المرحله. يا رب. وبشكر حضرتك جدا جدا دكتوره شيماء عراقي، شرفتيني بجد النهارده، واستفدنا كتير جدا من حضرتك والاسئله اللي سالناها حضرتك. اشكرك بجد. كل سنه والمصريين بخير، ومناسبه 23 يوليو يا رب. كل سنه واحنا طيبين وبخير، واسره امنه مطمئنه. ربنا يخليك. أعزائنا المشاهدين، ولادنا زي ما قلنا في أول الحلقة أهم حاجة في حياتنا، فيلا ندعي لهم دعاء ربنا إن شاء الله يستجيب لي. اللهم إني استودعتك أبنائي قطعة من قلبي في مكان غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم تغيب، فاحفظهم حفظا يليق بعظمتك وجلالتك. اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والعلم النافع، وابني أخلاقهم بالحلم، وكرمهم بالتقوى، وجملهم بالعافية. الله يا رب العالمين. دمتم سالمين أنتوا وأبنائكم وكل الشعب المصري يا رب. كنت معاكم أسماء شريف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.